أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الثوار الليبيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في 2011 ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون عمليات الانتقام ممن يعتبرونهم أنصارا محتملين للزعيم السابق ومن الأقليات. لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول ليبيا في مسودة تقريرها الثاني فصلت أيضا الجرائم التي ارتكبتها القوات المويلية للقذافي، لكنها كشفت كذلك أن الثوار سرعان ما انتهجوا تكتيكات مماثلة وخصوصا أعمال القصف العنيف من دون تمييز، بحيث استهدفت خلال الأشهر الأخيرة للنزاع معاقل القذافي من دون أن تأخذ في الاعتبار التجمعات المدنية، وخصوصا في سرت حيث اعتقل الزعيم الليبي السابق وقتل في تشرين الأول. واعتبر التقرير أن حجم الدمار الكبير في سرت والأسلحة المستخدمة تبرهن أن الهجمات كانت عشوائية، وشجبت اللجنة تصفية 65 إلى 78 جنديا من قوات القذافي بأيدي ثوار مصراتة في تشرين الأول، وأكدت أن هؤلاء الثوار لم يوقفوا أعمال الانتقام مع الإعلان عن تحرير ليبيا. إلى ذلك لم تتمكن اللجنة من تحديد أسباب مقتل القذافي ونجله معتصم، وخلصت إلى أنهما وبعد أسرهما بشكل منفصل ماتا في ظروف غير واضحة. وجاء في مسودة أخرى من التقرير اطلعت عليها وكالة فرانس بريس أن الرجلين كانا رغم إصابتهما أحياء لدى أسرهما، ومن ثم فأنهما ماتا وهما في قبضة الثوار.